احنا المشرع الجزائري او المؤسس الدستوري اتى بسلطه جديده. هذه السلطه الجديده كانه اضاف سلطه على سلطات مونتيسكيو. علاش نعطيها تسميها سلطه؟ ليضمن استقلاليتها. ما نجيش نقول لجنه، كنت تكون لجنه تكون تابعه، كون نقول هيئه تابعه، وبالتالي سمها سلطه بمعنى انها سلطه من غير السلطات المعروفه تقليديا. علاش؟ باش يعطي الصفه باش يعطيها الاستقلاليه. كي نقول سلطه معناها ما تابعه لا السلطه التنفيذيه لا السلطه التشريعيه لا السلطه القضائيه، هي سلطه الشعب في مراقبه الانتخابات الوطنيه والمحليه. ايضا الاستقلاليه تظهر من خلال ان اعضائها يعينون لمده 6 سنوات غير قابله للتجديد. اذا غير قابليه للتجديد تضمن الاستقلاليه، لان كي يكون فيها امكانيه اعاده التجديد معناه يكون فيه هناك امكانيه انك تخدم للعهده ثانيه، تربح ملاحتك مع الاداره. لا، عندك عهده واحده غير قابله للتجديد. السلطه الوطنيه المستقله قلت ان الانشاء تاعها كان انشاء قانونيا، معنى ان البرلمان هو الذي انشاها، وبالتالي كانت المشروعيه تاعها مشروعيه قانونيه، معنى ان المشروعيه تاعها ناقصه من حيث احنا رجال القانون نقولوا عندنا دوله القانون الهرم هو الدستور ثم تجي المعاهدات الدوليه والقانون، وبالتالي هو المشروعيه تاعها قانونيه ماهيش قمه ماهيش دستوريه، وبالتالي كانت المشروعيه تاعها مشروعيه ناقصه رغم انها مارست وراقبت ونظمت انتخابات حساسه في تاريخ الجزائر، ولكن بقات المشروعيه تاعها مشروعيه ناقصه. حينما تدستر بموجب الماده 200 وتقول لك السلطه الوطنيه المستقله للانتخابات مؤسسه مستقله، معنى اننا اعطينا الشرعيه الدستوريه لهذه المؤسسه، معنى انها مؤسسه دستوريه، وبالتالي الشرعيه تاعها هي قمه الهرم في دولة القانون أو مبدأ المشروعية. طبيعة الحال الشيء اللي أتت به هذا المسودة هو أنه أنشأ، لأن نقول أنشأ أو أعطى الصفة الدستورية أو المكانة الدستورية لهذه السلطة، وكلفها أنها تنظم وتشرف وتراقب على الانتخابات، بمعنى أنه نزع كل المكانة تقوم به الإدارة. الإدارة نقصد بها الدائرة البلدية والولاية وحتى الحكومة، بمعنى أن السلطة الوطنية المستقلة هي الإدارة الانتخابية. السلطة عندها غير 4 مواد، والسلطة تحتاج 200-300 مادة، وبالتالي ما نجموش نديروها كاع في الدستور، وبالتالي أحال الدستور على القانون العضوي الذي سيحدد بالتفصيل هذه السلطات وهذه الاختصاصات وكيف يتم تعيين هذا الأعضاء وما هي صلاحية كل عضو وما هي صلاحية الرئيس. حينما أنشئت بموجب قانون 19/07 الكون كان متخوف، حتى أعضاء السلطة كانوا متخوفين. لماذا؟ لأن مولود جديد سيواجه انتخابات مصيرية. طبيعة الحال هذه الانتخابات أثبتت السلطة أنها جديرة بثقة الشعب حينما أفرزت رئيسا جمهورية. هذا الرئيس هو كان كما نقول احنا حصل على الأغلبية، وبالتالي لا أحد شكك، حتى الخصوم حتى اللي كانوا مترشحين حتى اللي خسروا الانتخابات حتى المعارضة لم تشكك في أن هذه السلطة كانت سلطة مستقلة في تنظيمها وإشرافها ومراقبتها للانتخابات الرئاسية. بطبيعة الحال هذه السلطة كانت مبتدئة في سبتمبر 2019، في 12 ديسمبر كان عندها 3 أشهر من الولادة ودارت انتخابات وأشرفت وراقبت ونظمت انتخابات مصيرية، وبالتالي تحصلت على الخبرة والتجربة وثقة الشعب. دروك عندها ثقة في الشعب، دروك بعد مرور سنة تمت هيكلتها، تمت تنظيمها، أصبحت تملك الخبرة، تملك التجربة، أعضاء تاعها تمرسوا على هذه، وبالتالي إن شاء الله ستكون ضمانة للشعب الجزائري.